بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش موضوعا خاصا بمستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويتعلق بالظواهر، ميدان الظواهر الكهربائية. ويتمثل هذا الموضوع في وضعية الانطلاق المقترحة في الكتاب الجديد، الكتاب المدرسي للسنة الرابعة من التعليم المتوسط. إذن فالوضعية المقترحة هذه أمامنا التي في الكتاب، يقول: أنطلق في دراسة الميدان. يمارس عبد الرحيم رياضة كرة اليد مع زملائه في نادي المتوسطة، ويحتاج في كل مباراة إلى بدلته الرياضية وهي نظيفة. لاحظ أنه كلما ارتدى بدلته بعد غسلها تلتصق بجلده، وهو أمر لا يحدث مع بقية زملائه، فاشتكى الأمر لأمه. أخبرته أمه أن المشكلة يكمن ربما في كيفية غسل الملابس، لأنها لا تضع كريات من الألومنيوم مع الملابس في الغسالة كما يفعله البعض، لكونها منشغلة أكثر بموضوع انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكيف في آن واحد، وتلقيها أحيانا لسعات أو صدمات كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني أو للهيكل المعدني للغسالة. إذن فهذه هي المشاكل التي واجهت هذه الأسرة. المهام المطلوبة في هذه الوضعية: ساعد عبد الرحيم ووالدته في معالجة المشاكل التي صادفتهما بتوضيح ما يلي. إذن لدينا دعامة أخرى أو سند آخر، وهو صورة لمخطط كهربائي غير مكتمل، ثم التساؤلات التي يطلب منا الإجابة عنها هي: أولا، ما سبب التصاق الملابس بجلد الجسم؟ وما دور استعمال كريات الألمنيوم في الغسالة أثناء الغسل أو أثناء الغسيل؟ اثنين، كيف ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت، وكيف يمكن قياس توتره الكهربائي؟ ثالثا، ما الفرق بين هذا التيار الكهربائي وبين التيار الكهربائي الذي تنتجه البطاريات والأعمدة الكهربائية؟ رابعا، تبين الصورة مخططا تبين الصورة مخطط كهربائي عملي غير تام أو ناقص يطلب منا إتمامه. خامسا، اقترح حلولا للمشاكل الكهربائية التي اشتكت منها الأم في البيت، مبين قواعد الأمن الكهربائي الواجب اتباعها. إذن هنا ينبغي أن ننبه ونشير إلى كل من التلاميذ والأولياء أن تقديم وضعية الانطلاق والتطرق إليها في بداية الميدان في ثاني حصة بعد التقويم التشخيصي، الغرض منه ليس هو الإجابة على الأسئلة المطروحة فيها، فهذا غير ممكن أبدا، لأن هذه الأسئلة لكي تجيب عنها يجب عليك أن تكون قد أتممت الميدان. إذن فربما يتساءل الواحد منا، يقول: ما دمنا لا نستطيع الإجابة فلماذا نطرحها في البداية؟ إذن فطرح الموضوع في البداية له أهداف أخرى. الهدف الأول أن يتعرف الطالب أو المتعلم على الموارد المعرفية والمنهجية والقيمية التي ينبغي عليه أن يكون مالكا لها للإجابة على هذه الأسئلة. يعني أنا لكي أجيب على السؤال الأول، ما سبب الالتصاق وما الهدف من وضع الكريات في الغسالة، يجب أن تكون لدي هذه الموارد، أن يكون لدي معلومات كافية حول الذرة. إذن لذا ينبغي أن نتطرق إلى إلى الوضعية التعلمية الأولى، هي نموذج مبسط للذرة لأتعرف على ما هي مكونات الذرة وما خصائصها. ثانيا، أن أعرف أو يكون لدي مورد معرفي آخر، وهو التكهرب. ما هو التكهرب؟ وما هي الشحنة الكهربائية؟ وما يلي هذا الموضوع من عناصر فرعية. ثم السؤال الثالث أو السؤال الثاني والثالث إلى الرابع، يعني هذه الثلاثة، كيف ينتج، ما الفرق، تبين الصورة، يعني كل هذه تحيلني إلى مورد معرفي وهو التيار الكهربائي المنزلي. إذن فهل لدي
موارد معرفية كافية عن تيار الكهربائي المنزلي لكي أجيب على السؤال الثاني والثالث والرابع؟ إذن فينبغي أن أكون متمكنا من هذه الموارد. ما هو التيار الكهربائي المنزلي أو ما هو التيار الكهربائي المتناوب؟ كيف ينتج؟ ما هي خصائصه لأستطيع المقارنة؟ وكيف أعاينه؟ وكيف أقيس توتره وشدته إلى آخره؟ ثم في الأخير لكي أجيب عن الحلول للمشاكل الثلاثة التي طرحت في هذه الوضعية أو في غيرها، فيجب علي أن كذلك أن أكون لدي كفاءة أو موارد معرفية تتعلق بقواعد الأمن الكهربائي. إذن فهذا هو كل ما ينبغي أن يكون لدي. إذن فالغرض قلنا من تقديم الوضعية، وضعية الانطلاق، هو أنها تعطيني نظرة عن الوضعيات التعلمية أو المفاهيم المعرفية أو الموارد المعرفية، الموارد المعرفية التي ينبغي أن أمتلكها خلال هذا الميدان وأكتسبها خلال هذا الميدان، ومن ثم أسرع في دراستها موردا موردا وأتمكن منها وأطبقها وأحل بها هذه الوضعية. إذن في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منه. وفي الحصص والتسجيلات القادمة بإذن الله سنتطرق إلى هذه الموارد موردا موردا. سنتكلم عن نموذج مبسط للذرة، ما هي الذرة، مكوناتها، نمذجتها أو تمثيلها، ثم ما هو التكهرب والشحنة الكهربائية، ما هي أنواع الشحنة، طرق الشحن إلى آخره. ثم نتطرق في الحلقة الموالية الثالثة إلى التيار الكهربائي المنزلي، خصائصه، كيف ينتج، كيف نعاينه، كيف نقيسه، نقيس مقاديره، نقارنه مع التيار المستمر، يعني فيما هي أوجه التشابه وما هي أوجه الاختلاف. ثم نمر إلى بعض قواعد الأمن الكهربائي التي ينبغي علينا أن نحتاط بها، سواء في التعامل مع الكهرباء المنزلي أو الكهرباء المستمر، مثلا كهرباء السيارات إلى آخره. إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية ما قررناه في هذا الحلقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.